توجد في الجزائر مناطق كثيرة جافة قليلة الأمطار، يعاني سكانها من شح مياه الشرب والري. في ثمانينيات القرن الماضي بدأت الشركات الصينية في مساعدة الجزائر على بناء منشآت الري الكبرى، فتم على التوالي بناء برج المياه في العاصمة الجزائر بسعة 2500 متر مكعب ونظام ري يشمل 3 هكتارات من الحقول الزراعية، ومشروع مياه الشرب للجزائر العاصمة وتيزي وازو والمدن ما بينهما. إن الجزائر أكبر الدول الأفريقية مساحة ورابعها اقتصادا، كما أنها أول دولة عربية أقامت علاقات شراكة استراتيجية شاملة مع الصين. للعلاقات الصينية الجزائرية أساس سياسي متين، ويكمل البلدان بعضهما بعضا اقتصاديا، وأمامهما آفاق واسعة للتعاون. في شهر ديسمبر من عام 2017 تم في مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية بالصين إطلاق قمر الاتصالات رقم 1 للجزائر على متن صاروخ لونغ مارش 3C، وضعه في المدار المحدد، وذلك في أول مشروع مشترك بين البلدين في مجال الطيران. ويستخدم القمر الجزائري بشكل رئيسي في مجالات الإذاعة والتلفزيون والاتصالات عند الطوارئ والتعليم عن بعد والحكومة الإلكترونية. وأنجز في عام 2018 مشروع الطريق السريع الجزائري الذي كانت الصين مسؤولة رئيسية عن بنائه. يربط الطريق الذي يبلغ طوله 1216 كيلومترا بين 24 ولاية جزائرية. كما يبحث البلدان إمكانية التعاون في مشروع الميناء الضخم الجزائري، وأيضا في مجالات الطاقة الجديدة وتركيب السيارات والسياحة والمال، في حين حققت التبادلات الثقافية بين البلدين نتائج جديدة باستمرار. 阿尔及利亚的这个地理位置非常优越，它的这个基础设施呢也相对比较完善，政局呢也长期保持稳定，在“一带一路”合作过程当中，连接欧洲和非洲的中间站和非洲桥头堡的一个作用。